مش عايز اقول اكتر من اللي قلته، لكن خليني ارحب بكل الساده الحضور اللي موجودين. اهلا وسهلا بيكم، وسعداء بجهدكم وبالعمل اللي انتم بتعملوه، وبهنيكم على مرور 100 سنه على اتحاد الصناعات المصري، وان شاء الله يبقى نحتفل او نحتفل دايما بمناسبات جميله زي كده في تقدم كبير. انا بس عايز اقول ان الواقع اللي حصل خلال الثلاث سنين اللي فاتوا يمكن بعضنا يتصور ان هو يعني زي ما قلت تحديات وازمات كبيره، لكن هو ابرز لنا اتصور فرصه محتاجين ان احنا نستفيد منها. يعني على سبيل المثال لما حصلت يعني الموضوع الصراع التجاري في العالم، ده بيبين ان الدنيا اللي كانت ماشيه بشكل معين ابتدى يحصل فيها تحول كبير قوي. حتى في أثناء كورونا وبعد كده في موضوع الأزمة الروسية، أتصور أنه هو بعد ما كانت سلاسل في استقرار في سلاسل الإمداد والتوريد وأيضا في المناطق أو المجمعات الصناعية اللي تشكلت في العالم خلال السنين اللي فاتت، اللي حصل واللي بيحصل دلوقتي بيقول أن بيتعاد تشكيلها، بيتعاد صياغتها. هل احنا عندنا فرصة؟ أتصور في الكلام اللي قلته وقلت إن احنا تكلفة الإنتاج عندنا وتكلفة التشغيل عندنا هتبقى بتوفر فرصة، بشرط إن احنا كمصنعين، أنا مش هقدر أتصل وأتواصل مع الصناعات المماثلة أكتر أحسن منك. يعني النهاردة لو أنا شغال مثلا في موضوع زي موضوع الترمبات دول، أو في موضوع التكييف على سبيل المثال، أو أي حاجة تانية، المنتج اللي أنا شغال فيه أنا عارف السوق العالمي فيه ايه والمصنعين الرئيسيين فيه ايه، وحتى في مصر اقدر اعمل ايه وفرصتي فيه ايه. لما اقول للناس تعالوا انا مستعد نعمل هنا في مصر تطوير للانتاج عشان سلاسل الامداد دي يعني تتحسن بتدخلنا او بدخولنا من خلال موقعنا الجغرافي ومن خلال اتفاقيات التجاره الحره ومن خلال تسعير الطاقه اللي موجوده عندنا ومن خلال التسهيلات اللي احنا ممكن نقدمها، وايضا من خلال العمالة المصرية اللي تكلفتها بالأكيد لا تقارن بأي تكلفة تانية. فإحنا اللي أنا هقدر أقوله ألف بالتوفيق، كل الدعم لكم مننا كلنا، من الحكومة ومن الشعب ومن بعضنا البعض من أجل بلدنا. وعايز أقول تاني، تواصلنا المستمر هيخلونا نشوف أكتر، إن إحنا نتكلم مع بعض ونسمع بعض أكتر، دون إن أنا يعني من غير ما لا اتهم حد ولا حد يتهمني، لا تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض، نتكلم ونسمع بعض ونحاول نتحرك لمصلحه مصر المشتركه. بالتوفيق ان شاء الله، وابدا كمل، ابدا كمل، لسه بدري ولا 100 مليار احنا عندنا فرصه كويسه، عندنا فرصه كويسه. شكرا جزيلا.